نفع الله بعلمكم وبارك فيكم. السؤال الخامس: ما حكم الشرع في الإضرابات والمسيرات والمظاهرات والانتخابات؟ ما حكم ماذا؟ ما حكم الشرع في الإضرابات وهي أن يجتمع أناس على عدم العمل في مؤسسة الله؟ أعذبكم الله. الحكم في هذا أنه تقليد لأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر الغزة بالغزة، حتى لو دخلوا جحر بطن لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: كمن. المهم أن هذا يعتبر تقليدا لأعداء الإسلام، فليذكروا لنا مظاهرة صحيحة في وقت ما ضرب أبو بكر في الحرم، وليذكروا لنا مظاهرة صحيحة في وقت علي بن أبي طالب ومعاوية، وليذكروا لنا مظاهرة صحيحة في زمن الأموي أو في زمن العباسي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام وتلقاها الإخوان المفلسون. يا إخواننا، دعوة دعوة الإخوان المفلسين دعوتهم تعتبر بلاء. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ كلما جاء شيء من قبل أعداء الإسلام، مرحبا هاتوا. نعم، سواء اسمع مظاهرات تمثيليات. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أي شيء يأتي من قبل أعداء الإسلام صبغوا بصبغة، إن اتبعوا أياته بشفعة إلا كذبوا.